بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا جواب على الأسئلة يوم 26/9/2019، يعني وليت أن نجاوب على الأسئلة في فيديوهات قصيرة بسرعة، يعني نختار 5 6 7 أسئلة نجاوب عليها باش تكون بسهولة على المتابعين متابعة الأجوبة متاع أسئلتهم. هذا أخونا معتز عبد العازم الميكانيكي الذي يقول: لا يجب تنظيف أو تغيير بلف التبخير يتسبب بمشاكل في محرك السيارة. أولا، خروج الزيت من الجوانات بسبب الضغط من أسفل المحرك ومن الأعلى، وربما يؤدي ذلك لتلف المحرك إذا لم ينتبه صاحب السيارة لنقص الزيت. يسبب مثل هؤلاء الميكانيكيين قضيته أكثر من عام ونصف و7 مرات تغيير الجوانات وشراء الزيت كل شيء كل شهر، إلى أن وجدت عبد الحق في اليوتيوب يتكلم عن التبخير، فقمت بتنظيف قبل شهرين والآن لم ينقص الزيت ولا نقطة واحدة للمباغة، وتم حل المشكلة تماما بفضل الله. أولا أخويا، أنا ما عممتش على السيارات كلها. أولا أنا قلت السيارات الأمريكية وبعض السيارات اليابانية النقل فيهم بلف التبخير يلزم يتنظف وتغير. أنا قلت على السيارات الفرنسية، وأنا هني قلت لك كتبت لك قلت لك أعطيني نوع السيارة اللي يصدق كلامه وكلام زميلي عبد الحق، انهي سياره اللي انت لقيت فيها المشكل نفيد ونستفيد. انا مش يعني ضد الاستفاده والافاده، ومانيش عالم يعني ذره، انا ميكانيكي متواضع ما عندي حتى شيء. اللي نعرفه في السيارات الفرنسيه وريتك بالدليل بلف التبخير وين يكون موجود، موجود في اعلى الغطاء وما عندوش يعني لا فالف ولا عنده شيء مفتوح للعموم، وفي نوع ما تقدرش تنظفه، ما عندكش منين تدخل له، يا اما تغير قطاع كامل نتاع التكهات او نتاع الاربراكام، والا تنفخه بالهواء وكهو، ما فيش حتى شيء. وعمره ما يتسكر بل في التبخير لعلمك، يعني في السيارات الفرنسيه عمره ما يتسكر لانه واسع وكبير. موجود في بعض السيارات يسموه فالف، ماهوش بلف تبخير، ماهوش رينفلير، اسمه فالف رينفلير، لأن الرينفلير هو الشيء اللي يخرج الهواء على طول يعني ينفخ. أما إذا كان فما فالف، فما نوع من السيارات فيها فالف يفتح ويسكر، هذا أحيانا يسكر بالأوساخ، هذا يتنظف. هذا موجود في بعض السيارات الأمريكية وبعض السيارات اليابانية وبعض السيارات اللي هي بالأخص النقل أو النقل الصغيرة أو السيارات الرباعية الدفع. يعني انت تتكلم الميكانيكي، انا الميكانيكي اللي قلت على الكلام هذا، وانا هذا الفيديو بتاعي اللي هو انا شرحت عليه وقلت كذبه بلف التبخير. صحيح هي كذبه بلف التبخير، لكن اخوي عبد الحق اللي شرح عليه هي السيارات الامريكيه، لان يعني عندهم في الخليج السيارات الامريكيه، السيارات الامريكيه فيها الفالف بتاع بلف التبخير لازم يتنظف، اما السيارات الفرنسيه ما فيهاش يا اخي معتز. وانا ماذا بيا تعطيني السياره اللي انت لقيت فيها المشكل، خلينا نعملوا عليها طرح واسئله ونشوف. هذه أقرأ تعليقات على العلبة: يجب عدم إغلاق غطاء المحرك وتشغيل المحرك لمدة 5 دقائق فقط وبدون دعس. أنت تتكلم عن الفيديو هذا اللي هو فيه تنظيف المحرك من الداخل يا أخوي أحمد، لا هذا اللي فيه البلف اللي فيه اللي عامل عليه الفيديو، أنا فيه الأربراكام فوق الكلاس من فوق يعني في الطبقة العليا، لو سبت غطاء المحرك مفتوح بس يرمي الزيت لبرا على طول، يعني لو ما تشغل المحرك يرمي زيت البر، لان احيانا نبدا فما انواع مستور ما ترميش وفما انواع ظاهره تشوف الاربع كم يدور. وانا ما شفتش يعني ما حتى قريت على العلبه ما قريتش كلمه خلي الغطاء مفتوح، ما مرتش علي. عم اختار السلام عليكم، ربي يحفظك. ان شاء الله عندي كارت ستارت لتنوض الكروسه اتكسرت لنوع ميجان كلاسيك كذا، ديزل وهاش هو الحل؟ قالوا لازم تبدل الكتير بالكامل. لا لا لا، انت تقصد على الكارت اللي خدموا بيها يعني؟ لا عادي يعني تبدل عادي، تشتريها موجوده عندكم حتى في العش اذا كان في تونس ولا في الجزائر، موجوده عندي اللي يصلح الاقفال نتاع السيارات، تهز الكارت نتاعك انت او لن تتصلح، هي حتى كانت كسرت تتصلح، مش قضيه تتصلح. إذا كنت شريت واحدة جديدة فقط يعني في 5 دقائق يحط صب لك عليها
الكود نتاع السياره نتاعك وتمشي تشتغل على روحك عادي، ما فيها شيء، بسيطه جدا جدا، ما فيهاش حتى اشكاليه، لا تغير الكترونيك كارد ولا تغير شيء. وانا اخذت لك رقم التليفون نتاعي باش تكلمني نزيد نفهمك اكثر، اذا كان انت في تونس، كان انت في الجزائر موجوده تتباع عادي، ما فيهاش حتى شيء. هذا العطل مشهور جدا في الرافكات، وكان راي الميكانيكي تغيير نظام بروستير بالكامل، والباور ستيرن غالي جدا. يحكي على الرافكات فيهم مشكلة نتاع الربيعة هذه. السلام عليكم مختار، عندي مشكل في السيارة، ميغان كارتا دي سي، خروج دخان أبيض من الشكمة عند الضغط على دواسة السرعة وتنقص في الزيت، ما هو الخلل وما هو الحل؟ ظهر أي نوع، أي زيت، أي محرك يدخن ويستهلك زيت، معناتها راهو محرك من داخل تعب، يعني ما دام يخرج زيت معناتها تعب. يعني لازم يعني في الحالة هذه يا اما تمشي به زي ما هو وتنقص السرعة حتى تلم روحك وتشري محرك ما يتصلحوش، رد بالك، ما تعصرش عليه برشا كما تقولوا في الجزائر، ما تنزلش عليه برشا وساعد عليه، لان مريس اللي تقتل المحركات هذه وتفسد المحركات هي السرعة. علي اخواننا الجزائريين يجروا برشا، يعني تصوروا يعني يجروا بطريقه غير عاديه، يعني عنده ال 200 كي السلام عليكم، وهذا اكبر ضرر للمحرك وحتى للبشر، يعني اي غلطه يروح فيها، يعني لازم الانسان يرد باله. نقص السرعه باش يعيش مع المحرك، ما كانش ما يعيش مع المحرك اذا كان تمشي به دائما في السرعه هذيك، او حتى مره او اثنين، انت يعني حملت ما لا يطيق. ولهذا رد بالكم، يعني اللي نقص السرعه ما اقصى شيء 140 150 يكفي فيه البركه، حتى اذا كان فما فرامل وكذا تلقى روحك عادي، والباقي والسياره في وقتها يعيش معك المحرك، انما الجري هو يقتل المحرك. بارك الله فيك على هذه المعلومات، شكرا يا انيس. كي نحي تطفى واش يعني؟ ما اعرفش شنو تقصد يا موبا، شنو هي اللي تنحي تطفى؟ يعني شفتوا اسئله يبعثوها، يعني ساعات ما تفهم شيء، كي تنحي تطفى واش يعني؟ يعني يمكن هو يتكلم على فيديو والفيديو انا ما نتفرجش عليه، انا يعني عندي مكان ندخل له نجاوب على الاسئله. اخي من فضلك كابل السرعه 205 كل شيء انا يقع وجزاك الله خير. حاضر تو نعمل فيديو نوريك كابل السرعه وين يجي، من جهه المحرك تقصد، يجي في علبه السرعه هو لوطه عند في جنب الوحدة نتاع الفيتاس بالضبط، يعني وين فما الاتجاهات أو الحركات نتاع السرعة، وين فما الاتجاهات نتاع علبة السرعة، اتجاهات فيتاس طبعا، كان هو أنت في الجزائر تفهمها، جهة اتجاه فيتاس تلقاه في جنبهم، ما يبانش هو صحيح، أما في جنب اتجاهات نتاع الفيتاس وقت تطلع عليهم النقطة تشوف. وإن شاء الله كان لقيت يعني علبة السرعة عندي ولا حاجة تو نعمل لك فيديو عليه. عندي فيستا 1.4 تي دي سي موتور 1.5 اتش دي، ممكن نمشي شالي ويون اورانج. والله اولا هذه قريتها يعني هاني بالصدفه، هما كانوا تين قريتهم بالحيله. سفيان عندي نمشي شالي ويون ما تفهم شيء، يعني شالك ويون اورانج وش نعمل لك؟ ويون اورانج لو عنده عده اسباب، لازم تعمل سكانير او ديجنوستيك باش تعرف السبب، اما بالسؤال كما عندي حتى شيء ما نعرف شيء عليها، لان لا شو هو اللي صار لك بالضبط ولا كيف صار لك. هو قال لك لازم تعمل سكانر ديجنوستيك، خير الناس انفعهم للناس. بارك الله فيك، شكرا، ان شاء الله ربي ينفعنا جميعا يا الجريان. نعم مختار، شناخذ من وقتك شويه. عندي دي ماكس جديده عمرها 8 شهور، توا حاصله عندها مده شهرين، توا كل مرة تبدي تمشي تمشي تعمل هكا تغص، وقت نسب الفيتاس تحط بومور تسكت الكهرباء. حليت ريزرفوار نظفته، حليت الفلتر مزود، بدلت لها قداش من مرة شيء، حكاية سكتان في الطريق ديما فيها كيف تبدأ فارغة وما تسكتش وكيف تعبي عليها، وخاصة في العقبة تغص وتحسها ترخ وتعمل هكا كأنها فرغت من المازوت. والله هبلتني ما فهمتش شنو حكايتها. هذا يمكن عندك
المضخه بتاع المازوت يعني البومب اجكسيون شد وسخ، وهذه من المشكله هذه ما يحلها لك الا البومبيست، الا ما لازم تمشي للبومبيست اذا كان نجم يعمل حاجه على عين المكان انا ممكن، اما اذا كان هي عمليه لازم يفك الترومبه لازم يفك الترومبه، لانك ممكن صبيت مازوت موسخ والوسخ قاعد موجود في المضخه، ولهذا لازمك تتصل بالبومبيست في اقرب وقت باش تمنع المضخه نتاعك. هذا قال لك عمل ديكستيك عند اختصاصي لم يظهر اصل المشكل بدلا من اصل التصليحات التي لا جدوى منها. هذا يا اخونا وليد والله ما فهمت كلمه يا وليد، اكتب لي بالعربي ولا اكتب لي حاجه اللي هي تفهم بالفرنسي. الغاء فلتر البيئه والاجيار عمليه خاطئه بل زاد الشعوذه ميكانيكيه. لا مش خاطئه، ما هي شعوذه يا سويسوتو، ما هي شعوذه. اما كان تقول لي عمليه خاطئه بالنسبه للبيئه تلوث البيئه معك، انما عمليه خاطئه في السياره ماهيش خاطئه، لا ناجحه ولا باس ما فيش حتى اشكاليه، انما هي تسبب تلوث البيئه وتنقص شويه من عزم المحرك، انما هي مش شعوذه يا سويسوتو، الشعوذه في الميكانيك ما تمشيش. هذا اجتهادات كون لان حركات لولا كانت ما فيهاش اجيار ما فيهاش كاتاليزر السياره تزيد الناس تحاول باش يا خاطر تصور الكاتاليزر يعني عندنا في تونس يعمل تقريبا حوالي 1500 اورو يعني هذا اذا كان لقيته، وزيد الجيار كيف كيف حوالي 200 اورو 300 اورو يعني غاليين، فما الناس ما تقدرش تلقى عنده سياره ما يقدرش يصرف عليها صرف هذا، ولا هذا يختصر المسافه ويلغي هذا هما اللي نربينو، اما هي مش شعوذه ولا دجل يا سويسوتو. فيابيليتي دي كونسوماسيون دي سكون دي با بي اس ا بي ام ما فهمتش حمدي انا ما فهمتش شنو يحب هذا يا سويس تري موفي موتور سي اي بي تي، انت واخد موقف من المحركات يا سويس تو هذا يعني شيء الاول الجي ار قلت شعوذه وهذا محرك موفي تري موفي، ما انا هو المحرك الباهي عندك قلنا عليه يا سويس تو. هذا يا احمد بارك الله فيك يا احمد شكرا. سلام مع مختار العنوان تاع الورشه يا هشام، انا ما عنديش ورشه، انا عندي محل قطع غيار سيارات مستعمله تركيب محركات، ونعاون الناس في اليوتيوب، خذ رقمي اللي هو 24 350 848. يا يعني مختار عليه الكونتر تاع الميغان اثنين يمشي ويحبس وحده، عنده عده اسباب يا ديدو، يا يعني اما العداد نفسه عندك اللي هو الكونتر اللي في السياره تعب او فيه قله ماس او مسخ او ممسوس، او عندك مشكله في الابياس لان المحرك نتاع لان المحرك والكابتلات نتاع العجل نتاع العجلات هو المسؤول على الكونتر نتاع الميغان. اما عندك شوف عندك الكونتر نتاع الابياس موجود، عندك الكابتر نتاع الابياس موجود في العجلات الاماميه، والا الابياس نفسه فيه مشكله او الفيشات نتاع مسخه، انت فك الفيشه نتاع نتاع الابياس نظفها ورجعها ونفك العداد هذا نتاع السرعه من داخل السياره ونظفها، انا وريتكم كيفاش، وجرب ممكن تمشي معاك الحكايه، او اعمل يعني كنترول على الكابتر في العجلات، شوف يعني اذا كان تلقيت حاجه اللي هي خيط مش في مكانه مليح ولا حاجه. عم اختارك تقول نبدلوا الليزانجكتور كل 150,000، التكلفة نتاعهم راهي محرك جديد، نعم هذا هو. تحب تركب السيارات الحديثة هذا هو يا أحمد. هذا هو هذا الثمن المقابل. ما دام تحب تجي تركب السيارات الجديدة هذا المقابل. تحب تقعد تمشي بالسيارات القديمة ما تبدل شيء. تقعد تخدم بالسيارة ما تبدل شيء. تو نحبوا السيارات الحديثة ما نحبوش نبدل، نحبوا الهاتف الجوال وما نحبوش نخلصوا المكالمات ما تجيش، وما نحبوش نعملوا صيانه للهاتف الجوال او ما يكونش غالي، او ما نحبوش الكاميرا أو لا، كل حاجه عندها ثمنها، يعني اي حاجه كل ما كانت يعني درجه عاليه من التقنيه كل ما كان مصاريفها اكثر، يعني مش يعني مش على كيفنا، يعني هم اللي يصنعوا هم اللي احرار في اللي يعملوه فينا، وقت نولي نصنع احنا ونعملوا حاجه على كيفنا وقتها ممكن، اما تولى.
هذا يا باقي سويسوتو كل شيء غير صحيح عنده، غير صحيح نبدل نيشان عندما يجب التبديل، أي نعت عند العطل ممكن 100 ألف ممكن 300 ألف على حسب الحاجة. من كان استفيد يا سويسوتو؟ السلام عليكم خويا مختار، جي ان تو لو تون ان بروبليم افيك لي كارباتير مالغري بليزيور ريباراسيون، اسكو لي كارباتير ني سي ريبار با، مرسي. والله يا خويا مهدي انت وانا نتكلم تاع الكارباتير وقلت يا عم يتصلحوا ولا ما يصلحوش، لا يتصلحوا اذا كان هو اللي مازال لاباس عليهم، اما انت لا ذكرت السياره شنيا ولا حد شيء. ابعث لي فيديو فيه المشكل نتاعك وممكن نعاونك، او كلمني 24 350 848 نفهم منك. مهدي غدير السلام عليكم اخويا مختار، هذا هو نفسه سويسوتو. تو دابور il faut être sûr que le problème vient du carburateur. Si les réparations ne donnent pas de bons résultats, tu changes la pièce. توا قلت حاجه صحيحه يا سويسوتو، هذا كلام معقول وتسمع وتفهم. اللي ما يفهمش المشكل منين جاي، من الكربتر ولا من الديكو ولا من البوجيات، ما يقدرش يصلح الكربتر. هذا انا اعطيك حقك وشكرا ليك. عثمان عفان، توت لي ديبي ماتر سو تروف ابري فيلتراير. نعم كل الديبي ماتر لازم، خاطر لازم يكونوا موجودين في مكان دخول الهواء، هم باش يعملوا كالكيل باش يقيسوا يعملوا حساب دخول الهواء للمحرك. مصطفى السلام عليكم يا مختار، والله اشكرك على كل الشكر على كل المعلومات والافاده والتي تقدمها. بصح انا عندي ملاحظه، اذا كانت عندي كليو دي صارت لي فيهم مشاكل كبيره في الفضل الصيف، مع العلم اقوم بتغيير الزيت قبل وقت هي بصيانه واقف عليها، لكن انا اسكن في ولايه الوادي، يعني درجه الحراره العاديه في الصيف 55، والله خرجتني من عقلي. والان انا عندي هونداي توكسون، والله نفس الشيء، وليت نخاف نخرجها في الصيف في درجه الحراره العاليه وفي وقت الريح، وليت نخمم نرجع لسياره الاكسنت بنزين في الوحيد. والله يا مصطفى الطقس والجو والريح والتراب كله ما عندوش علاقه بالمحرك، محمي المحرك لازم كثير محميين، العلاقه بالصيانه فقط، العلاقه في الصيانه، العلاقة بالصيانة والسرعة. أنتم تجروا برشا بالجزائر، ياسر تجروا برشا، وزيد مع السخانة، أنت تقول العادية 55 طبعا سخانة غير عادية، وزيد تشغل المكيف، هذه حمولة زايدة على المحرك، وهو محرك تلقاه ضعيف بالنسبة للسيارات الصحراوية، لازم المحركات القوية، لازم من 6 سلندر حتى ل 8 سلندر. هذه السيارات اللي تتحمل الأماكن الحارة جدا ومحركات جبارة. أما المحركات الصغيرة كلها ضعيفة، مش متاع دهك، احنا هذه متاع استعمال في وسط المدينة الأغلبية، ولهذا نحملوها أكثر من طاقتها طبعا ما تعيش. هذا يعني رأيي أنا والله أعلم. نكتفوا بهذا القدر من الأسئلة، إن شاء الله تنفعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.